عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، تابعنا الشوط الرئيسي الاول، ذهب مع عياد منصور بن سيف بن سعيد بن يريو المنصوري اللي قدم لنا عياد بأول الأشواط، قطعت المسافة في دقيقتين 15 ثانية. نسير مع الإثارة والتحدي، ناخذ أول الأشواط، الشوط الرئيسي الأول الذي يحمل 15 و16 15. هناك ايضا الشوط الرئيسي مشاهدينا الكرام خاص بالجعدان، تذكيرنا بالتوقيت، الشوط الاول لبكار دقيقتين وست ايضا و15 ثانيه. نسير مع الاثاره، ناخذ المركز الاول شاهين لاستفتح الاذاعه غانم بن حمد بن سعيد بن يريو. المركز الثاني، ثاني المراكز هناك ايضا مشاهدينا الكرام اللي ايضا على ثاني المراكز يتواجد شعار علي بن محمد بن معيوف. أيضا هناك مشاهدينا الكرام ناخذ المركز الأول ليقير مشاهدينا الكرام شاهين علي بن محمد، ولكن حضر هنا على الصدارة. أوه يا سراب من طول القيبات يا بالقنايم، يا مرحبا بسراب، يا مرحبا بهذا الاسم الكبير، يا مرحبا بأهل القربية، يا مرحبا بأهل الغربية وممثلهم سراب. سراب سراب أحد الأسماء المرشحة، أحد الأسماء القوية، أحد الأسماء التي أيضا تأشر عليها بالبنان لسيد محمد بن حمد بن محوش. المركز الثاني أيضا وصل وضيحي، وصل علي بن خليف، علي بن سعيد بن خليف، ولكن سلام عليكم يا أهل الغربية، سلام يا أهل مدينة زايد، سلام عليكم على هذا الحضور. محمد أيضا لسيد محمد بن حمد بن محوش المزروعي، سلام سلام سلامي على هذا الأداء، تهانينا والناموس على فوسراب صاحب العوايد، تهانينا والناموس. المركز الثاني للسيد علي بن سعيد بن خليف. المركز الثالث وصل في مشاهدينا الكرام للسيد علي بن محمد بن معيوف، التوقيت دقيقتين و16 ثانية.